متابعينا ومشاهدينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي صناعات عربية. حلقة اليوم سنتحدث فيها عن صناعة الديكور المعدني. يسعدني وباسمكم جميعا أن أرحب بضيفي المهندس مروان عرابي، مدير عام شركة التجهيزات المعدنية. أهلا وسهلا بكم أستاذ مروان. أستاذ مروان، بداية نحن نعلم بأن الديكور هو ملء الفراغ من أخشاب إلى غرف نوم وإلى ما هنالك إلى طلاء. اليوم سمعنا مصطلح جديد هو الديكور المعدني، لو تعرفنا وتعرف الأخوة المشاهدين عن الديكور المعدني. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، برحب فيك أستاذ أحمد بالفريق تبعك بشركة التجهيزات المعدنية. أول شيء هو مصطلح جديد الحقيقة، هو بالنسبة للديكور المعدني هو مترافق مع أي منشأة، إن كان بناء سكني أو كان بناء تجاري أو حتى خدمي. فنحن طبعا منلاحظ بكل بناء حيكون في درابزين، حيكون في أبواب، حنلاقي طبعا بالمنشآت الثانية مثل مراكز تجارية حنلاقي أعمدة مغلفة بالستالستيل، بالفلل منلاقي أبواب من الحديد المشغول أو درابزينات أو حتى المفروشات المعدنية. كل هذا بينزل تحت هال عنوان اللي تفضلت فيه حضرتك، اللي هو الديكور المعدني. الديكور المعدني أستاذ مروان، طبعا لكل صناعة لها عمر، تطورت تقدمت مع الأيام، أيضا مراحل تطورت فيها يمكن في الفترة الأخيرة، فشو عمر هالصناعة هاي وكيف تطورت؟ هلأ صناعة الديكور المعدني أو هالمجال هاد فينا نقول بدأ من بداية الحضارة، من وقت ما كان الإنسان ساكن بيت فهو أكيد عنده باب وشباك، وقت كان صار في مدينة أو قرية فصار في خدمات، فهالأمور هذه نوجدت من بداية الحضارة. بس نحن فينا نقول أنه هالموضوع صار في عليه تطوير لما صارت بدأت الثورة الصناعية، فصارت دخلت المكننة والآلات اللي أثرت طبعا بأنه زيادة منتوج، زيادة جودة المنتج، إضافة لذلك السرعة بالتنفيذ والكم وحجم الإنتاج يكون حيكون أكبر. بالتالي طبعا العامل البشري خف بهالناحية، ولكن لا زال هو مستمر لأنه هو اللي عم يطور هالأشياء هاي. أكيد عمليا بعد فترة هلأ صار في بالوضع الوقت الراهن صار في ماكينات بالآخر 20 سنة ماكينات تعمل على الكمبيوتر، فصار في تطوير أسرع كمان. لا زال العامل البشري بالنسبة لنا نحن هو مهم، لأنه نحن أعمالنا ترتبط بتنفيذ مشاريع وتصاميم، ما هو إنتاج كميات كبيرة لمنتج محدد. يعني مراحل تطور الصناعة هي ابتدأت في الثورة الصناعية مثل ما أنت أسلفت، اليوم تابعناها بتقنية عالية. طبعا هلا ذكرت لك انا انه صار في مكنة حديثة، هالمكنة الحديثة بتساعدنا مثل ما قلت لك بالسرعة بالدقة، بتساعدنا ب طبعا انجاز سريع، لانه هلا حاليا المشاريع صارت لو فرضنا في عنا برج بدنا ننجزه، لو فرضنا من زمان كان 10 سنين هلا صار خلال سنتين يتم الانجاز، هذا كله نتيجة المكنة والآلات الحديثة. أستاذ مروان، طبعا أسوة بالصناعات الأخرى هناك منافسة قد تتعرضون لها من داخل أو خارج السوق، خارج الأسواق العربية خاصة في الشرق الأدنى كدول الصين أو ما شابه، كيف دول شرق آسيا كيف تقومون بإيجاد منافسة حقيقية ورفع كفاءة مستوى الصناعة العربية؟ طيب يعني أنا لاحظ سؤالك في عدة أوجه. لا نحكي أول شيء نحن كمنافسة من دول شرق آسيا، أنا بعتقد أو حتى منافسة من أي دولة، لا توجد في مجال صناعتنا هالمنافسة اللي تفضلت فيها، لأنه نحن بنشتغل مشاريع، فالمشاريع بتتطلب أنك أنت عم تواكب إنشاء مشروع، ففي له مكان محدد، في له مقاسات، في له مواصفات، فأنت عم تصمم تنفذ شيء مصمم لمكان محدد، فأنت ما فيك تجيب من الصين شيء جاهز تركبه لهالمكان هذا. ممكن يصير منافسة بالأشياء الاستهلاكية، بس بتنفيذ المشروع لا، بدك تعتمد على الشركات المحلية حتما. منافسة بتصير لو فرضنا هالشركة اللي من الشرق الأدنى أو من شرق آسيا أو الصين أو الدول هذه اللي نحن اللي مقصودة يمكن بهالموضوع، اجت عملت شركة عنا هون بالمنطقة، فهي اللي حتخضع لشروط السوق بالمنافسة، صارت مثلها صارت منافسة محلية وشيء جيد يعني، ولكن دائما بالنتيجة بيتحدث الأجود والذي يستطيع أن يثابر في هذا العمل ويطوره ويبدع فيه. أنت بوجهة نظرك اليوم الصناعة العربية تنافس مسيلاتها؟
أنا برأيي بمجالنا اللي نحن عم نحكي فيه، نحن بتصور أنه نحن ننافس وننافس دول الأجنبية. كيف؟ لأنه نحن وقت عم يكون في عنا النهضة العمرانية السريعة هي والمتميزة، بهالحالة أنت لابد أنك تواكب هذا التطور. عم بتنفذ مشاريع، عم بتنفذها شركات عبر القارات إلى مكاتب بهالبلد، فأنت وقت تنفذ مشروع هون كأنك عم تنفذ مشروع بأمريكا أو بأوروبا أو بأي بلد بالعالم، لأنه أنت عم تشتغل مع شركات عالمية، عم تشتغل على المستويات على المقاييس والمواصفات العالمية. فأنت إن نفذت هون وإن نفذت بأي بلد برات البلد فرح يكون نفس الجودة، ولكن نحن هون كونه في كان كمية إنتاج أكبر وكمية نمو أكبر، فهذا شيء أدى إنه نحن طورنا أنفسنا واكبنا التطور، وطبعاً عنا جبنا أحدث تكنولوجيا ونحن من تابع الموضوع دائماً. أنا متفائل، يعني ما بقول إنه هي أقل. رح نشوف رأي المواطن العربي اللي انسأل عن هالصناعة هاي، كان له عدة آراء، فأنا وأنت والأخوة المشاهدين نتوجه إلى دبي ونتابع هالتقرير هذا، تابعوا معي. بالنسبة للصناعة العربية ما عندي خلفية عليها. أختار الجودة أنا. والله أكيد الصناعة المستوردة. يعني أنا ممكن أجيب شيء مبرع الكواليتي تعبان، وحصل أن الشيء هذا موجود عندي في البلاد بس الكواليتي أوكي عندي، فأختار البلاد يعني أكيد أحسن يعني. في المستورد الفينش بتاعه أنظف شوية يعني. لسه ما وصلناش للفينش بتاع المستورد شوية. يعني التكنولوجيا الموجودة بالدول العربية بعد أظن أنها متخلفة نوعا ما، معتمدة فقط على المواد الاستهلاكية، ما في عندنا أي تكنولوجيا لتصنيع ماكينات أو شغلات متقدمة. والله صناعة عربية صناعة جيدة فيها جودة وسعرها معقول، وأنا أفضل من صناعة من المستورد يعني. هي الصناعة العربية محتاجة للدعم وتنمية، وفي نفس الوقت لازم نقوم كدول عربية نعمل سوق مشتركة لتنمية هذه الصناعة وتسويقها في الدول العربية. بدون شك تكون جيدة منافسة من ناحية السعر والجودة للمنتج الأجنبي. أنا جديد مشاهدينا، رجعنا لكم في برنامجكم صناعة عربية. طبعا حلقة اليوم عم نحكي فيها عن صناعة الديكور المعدني. ضيف حلقتنا الأستاذ مروان عرابي، مدير عام شركة التجهيزات المعدنية. أهلا وسهلا بكم أستاذ مروان. أهلا وسهلا. بعض المواطن العربي أيد الصناعة العربية، البعض الآخر فضل المستورد، جزء منهم لا يعرفون. يعني لازم نحن اللي ما أيد نوضح له، يمكن لأنه الأمور قد تكون واضحة. يعني لو أنا مثلا ما عمرت فيلا وما اشتغلت سويت سكن لحالي، فما حخوض بمجال الأعمال هاي، فما حيكون عندي فكرة. نفس الشيء قد ما يكون في اهتمام، لأنه هو مثل ما قلت لك هو منتج مو استهلاكي، هو منتج هندسي، هو منتج مرتبط بالتعمير، مرتبط بالإنشاء، مرتبط بالمشاريع، فقد ما يكون في فكرة بهالموضوع. بس لأنه هو مثل ما قلت لك دائما ارتباطه بالمشاريع وبعده عن الاستهلاك المباشر يخلي الناس قد ما يكون عندها فكرة فيه. وهلا منيح صار عندهم فكرة هلا نوعا ما بتأمل إذا قرنا الأسعار بدون تحديد بين الشرق الأدنى أو الصين وما شابه وبين الصناعة العربية في المجال هذا، في منافسة بالسعر؟ هلا نحن طرح حكينا على موضوع المنافسة. يعني أنا المنافسة هي مو بس سعر، هي منافسة، هي جودة، هي منافسة إنجاز، سرعة، مواصفات. هل يا ترى هالشركات اللي تفضلت فيها عندها مقدرة أنه تعطينا منتجات تتوافق مع الاستدامة اللي حاليا هي مطلوبة بالإمارات؟ هل تعرف شو هي الاستدامة؟ هل هي عندها قدرة؟ قد يكون، بس هل عندها قدرة بالمواكبة؟ هل تستطيع أن تقدم منتج يتناسب مع البيئة، يتناسب مع المجتمع، يتناسب مع الثقافة الموجودة بالبلد، مع المناخ؟ طبعا هو من الأشياء المهمة، وذكرنا الاستدامة. هل حاليا الشركات مطلوب منها أنه تقدم منتجات وتقدم المواد الأولية كلها تكون متوافقة مع الاستدامة، تتوافق مع البيئة، ومطلوب منا أيضا أنه نتأكد من هالشركات في بعض المواصفات حاليا عم نقدم عليها. لازم أنت تتأكد من الشركات عم تورد لك المواد أنه عم تعمل إعادة تدوير لعدم استهلاك المواد الخام. عم نحكي عن المواد الخام. نحن لازم نوضح فكرة التدوير. تدوير، إعادة التدوير، لأنه وما نستخدم مواد خام. يعني مثلا نحن ما لازم نجيب أخشاب من ناس عم يقطعوا أشجار ويدمروا البيئة، لازم يكون نقدر الناس عم يترمم.